من ساحة الشهيد جورج حاوي انطلقت تظاهرة الحزب الشيوعي اللبناني مزينة بالأعلام وحشد من أهل السنديانة الحمراء وتحت عنوان صوت واحد للتغيير في شارع كما في صناديق الاقتراع رفعت الشعارات ورددت الهتافات المطالبة بحقوق العمال في مختلف المناطق اللبنانية. الحشد سار باتجاه رياض الصلح وهناك دعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب إلى العمل من أجل تعزيز حقوق الطبقة العاملة في لبنان في الصحة والتعليم والمسكن والخدمات العامة، لافتا إلى أن لبنان هو النظام الوحيد الذي لا يملك نظاما لتقاعد العمال والأجراء في القطاع الخاص. نحيي الأول من أيار كي يدعو السادس من أيار ليكون على صورته ومثاله صوتا واحدا للتغيير فينقذ لبنان ويدخل معه التاريخ. انتخبوا وقطعوا الطريق على تشكيل كتلة نيابية لحيتان المال يستعدون فيها لمواجهتكم. انتخبوا في دائرة الجنوب الثالثة مرجع يوان وحاس بيا النبطي وبنت جبيل. انتخبوا لائحة صوت واحد للتغيير، صوت واحد للتغيير. وفي دائرة الجنوب الثانية صور والزهران معا انتخبوا لائحة معا نحو التغيير. وفي دائرة بعلبك الهرمل انتخبوا لائحة الإنماء والتغيير، لائحة الإنماء والتغيير. وفي دائرة الشوف وعلي انتخبوا لائحة كلنا وطني. وفي جبيل وكسروان انتخبوا لائحة كلنا وطني. وكانت كلمات من ضمنها لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله والقيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة، والجميع دعا إلى محاسبة السلطة في المجلس النيابي المقبل.